إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد ورب شاهد ونحن له مسلمون. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا الخير وقائدنا وسائقنا لجلال جنات النعيم محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف به الله الغمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن من الأمراض النفسية والأدواء التي نخرت المؤمنين والمسلمين وبثت الفتنة بين الإخوة وأسست لعلاقات غير متينة، داء من الأدواء، مرض من الأمراض، آفة من الآفات التي قضت على الروابط الأخوية والمعاملات الاجتماعية، داء الغيبة والعياذ بالله. يقول رب العزة تعالى مصورا وحشة وفحشة هذه الآفة لم يتحدث في كتاب الله عز وجل، فيقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صور رب العزة تعالى هذه الآفة والمعضلة، صورها تصويرا وحشا في كتاب الله، تصويرا تصطك منه الاسنان وتقشعر منه الجلود، صورا الذي يغتاب اخاه بانه ياكل لحمه ميتا ونحن نكره اللحم الميت، مما يدل على عظم هذه الافه والعياذ بالله التي فشت بين المسلمين اليوم ذكورا واناثا ومختلطين، فشت بينهم بدرجه مذهله بارقام كبيره، لعلها تكون فاكهه المجالس، لا يخلو مجلس من ذكر الاخوه في غيبه، من ذكر الناس في غيبتهم، سواء جلوسا بين النساء او الرجال. وهذه الآفة والعياذ بالله فسرها رب العزة تعالى في كتابه، بينها رب العزة تعالى في كتابه وصور فحش هذه الآفة، ولكن فسرها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي سنته، فكفانا البحث عن مشقة يعني أعطانا جوابا على السؤال، وكفانا مشقة البحث. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك وأخرجه مسلم في صحيحه: أتدرون من غيبة؟ أتدرون من غيبة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان فيه ما نقول،
إن كان الذي نقوله فيه صحيحاً واقعاً أتلك هي الغيبة؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، تلك هي الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بمعنى قد افتريت عليه، بمعنى قد كذبت عليه، وفي كل الحالتين ارتكبت حوبا كبيرا. الغيبة هي أنك تذكر أخاك بشيء فيه ولكن يكره أن يسمعه، يكرهه ويكره من تقال فيه. كان تذكر أخاك القصير فتقول هو قصير، أو تقول هو دميم، أو تقول كثرة النوم فيه، يكثر كثير النوم وهو كثير النوم، صح. أو تقول هذا تحكم فيه زوجته، محكوم، ولا سيد فلان هذا محكوم تحكم فيه زوجته، وفعلا هو قد يكون محكوما من طرف زوجته، ولكن لا يريد أن يسمع هذا الكلام أنه قال فيه. يعني تقول هو خرفار، وهو فعلا يتحدث كثيرا ولكن لا يريد أن يسمع هذه الكلمة من أخيه ولا يحدثها. فهذه تلك الغيبة، تلك هي الغيبة. الغيبة هو أن تذكر أخاك بشيء فيه ويكرهه. أما أن تذكر أخاك في غيبته بشيء ليس فيه فهذا افتراء زيادة على الغيبة، كذب وافتراء زائد عن الغيبة، وهو أشد حرمة، أشد تحريم من الله عز وجل. يوما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت السيدة عائشة كلمة وأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيها، فقالت يا رسول الله صفية، وهي زوج النبي كذلك، هكذا يعني تدل على أنها قصيرة. وفعلا صفية كانت قصيرة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة الكاره لهذا الكلام ولهذا الحديث، فقال يا عائشة لقد قلت قولا أو لقد قلت كلمة لو ما مزجت بماء البحر لمزجتها. كلمة قلت هذه لو كان خلطناها بماء البحر تعكره وتفسده، ماء البحر كثرة الماء، كلمة مرتبطة بحقوق العباد، وحقوق العباد كما قلنا وما قال العلماء في القاعدة الشرعية، حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني ما يغفرهاش رب العزة تعالى إلا إذا غفرها العبد. بينك وبين الخلق، بينك وبين الناس، ما بينك وبين الله يداوى بمجرد التوبة والرجوع والعودة والأوبة، مجرد أن ترجع إلى الله بتوبة نصوح يقبل منك الله عز وجل. أما ما بينك وبين الخلق لا يغفره رب الخلق إلا إذا غفره الخلق، فالأمر كبير. إذن علاش جلستنا احنا جلستنا اثنين ولا ثلاثة ولا بيزيد عن ذلك نساء أو رجال مختلطة بهذا الفعل المجين، نجد فلان وعلان، فلان ربي وفلان عليم، شاشيد هذا على رأس هذا، ما الداعي إلى ذلك؟ ونحن ننتصح ونلتزم بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. إن الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم احتفاء بسيرته العطرة وهديه الصافي، هو اتباع لسنة، اهتداء بهديه، هو تمثل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاحتفاء، والاحتفاء ليس أكلا وشربا وقرعا للدفوف، وإنما هو تعطر بسيرة النبي، التزام بخلقه، التزام بشمائله، التزام بهذا الخلق الكريم كيف كان رب الصحابة وكان رب المسلمين من وراء الصحابة. جبار وجود بين مثل هذا،
Sur un sujet qui touche le comportement des musulmans, l'éthique, la moralité. Je parle de la médisance. Ou même la médisance, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ne faites pas la médisance les uns des autres. Aimeriez-vous que l'un d'entre vous consomme la chair de son frère mort? Vous ne l'aimez pas. Une habitude vile, très laide, et propagée entre les musulmans, que ce soit homme ou femme, qui est propagée dans la société. Pire encore, une maladie destructrice, et qui sépare les familles, éloigne les frères, les amis, coupe les liens entre les hommes, entre les proches, pardon, sème le discorde, la haine, l'animosité. Il s'agit de la médisance et la calomnie. La médisance et la calomnie. Mais qu'est-ce que la médisance? Si on pose la question, c'est quoi la médisance? Qu'est-ce que la médisance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question par ce hadith. Écoutez ce hadith qui est compilé par un musulman et rapporté par Anas, ou bien Abu Huraira. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Ils ont dit: Allah sait plus que tout autre, et son messager sait. Il a dit de répondre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: que tu mentionnes ton frère par quelque chose qu'il déteste, tu parles de quelqu'un dans son absence, pas dans sa présence, par une chose qu'il déteste, qu'il n'aime pas écouter, qu'il n'aime pas qu'il soit mentionné par cette chose. Ils ont dit: vois-tu, si ce que j'ai dit à propos de mon frère est vrai, si on dit quelque chose bien est vrai. Il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: si ce que tu as dit de ton frère est vrai, tu auras commis sa médisance. Et si ce n'est pas vrai, tu auras commis sa calomnie. Alors la médisance que Dieu a interdit, c'est le fait de mentionner ton frère musulman, en son absence par quelque chose qui est vrai à son sujet, à son égard, et qui est un défaut dont il n'aimait pas qu'on parle, comme si tu disais un tel est petit, ou bien un tel est bavard, ou un tel est dominé par sa femme. Et c'est vrai, en sachant qu'il n'aimerait pas qu'on le dise à propos. Sayyida Aïcha, une fois, a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant: ô prophète, ô messager de Dieu, Safiya, c'est la femme du prophète, elle était comme ça. Elle est petite, de petite taille. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas aimé ses comportements. Et tout de suite, il a réagi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après Sayyida Aïcha, il a réagi pour tout le monde. Il a dit: Aïcha, tu as dit un mot, s'il est mélangé avec l'eau de mer, il va être altéré. Alors, un mot, mais il peut s'aimer des discours, un mot qui peut mener vers la haine, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le faire ou de le dire. النميمة أو الغيبة عفوا راه خلق مذموم، خلق يجب أن يتحرر منه المؤمن والمسلم، في حين أنه فشى في عصرنا، فشى في عهدنا، فشى في كل العصور، وهو اعتبر فاكهة المجالس، ما تبيش مجلس ياخذوا منا. هذا الخلق يقول فيه الإمام الشافعي رحمة الله عليه كلاما جميلا في منظومة، يقول: لسانك، لأن هذا من عبرات اللسان، يقول: لسانك لا تذكر به عبرة امرئ
فكلك عبرات وللناس ألسن، وعينك إذا أبدت إليك معايبة فصمها وقل يا عين للناس أعين، وعاش بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. يقول كما أن لك لسان تطلب به عورات الناس، اعلم أن للناس ألسنة تطلب بها عوراتك. وما تبناش إنسان معصوم، كل المخصوص في جملته بضرور الخلل والنقصان. الإنسان سمي إنسانا لكثرة نسيانه، لأنه ينسى، وحين ينسى حكم الله وحد الله عز وجل يرتكب المحظور. فليعلم أنه كما له لسان يذكر بها عورات الناس فينسى، يذكر بها عورات الناس، ليعلم أن للناس ألسنة تذكر بها عيوبه وعوراته. وكما يقال إن كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجر. إذا كان بيتك من زجاج من الإزاز ما تضربش الناس بالحجر، لأنهم كسروا لك بيتك، كسروا لك بيتك. الابتعاد والنهي عن هذه الآفة هو من خلق الكرام وخلق المسلم. لابد أن يتنحى وينتهي ويبتعد وينأى عن هذه الآفة، آفة الغيبة، وآفة الغيبة والبهتان. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن نتمثله ونحتسبه ونجعله أغنية آمالنا ومحط رحالنا. لابد أن نلتزم به التزاما، كما قال صلى الله عليه وسلم لحارثة: يا حارثة عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يهدينا إلى حق السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرعانا وإياكم بتوفيقه وتسديده، إنه ولي ذلك والقادر. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، اعبدوا الله واتقوه لعلكم تفلحون، وسلوا التوبة والمغفرة والرحمة فهو الغفور الرحيم، الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الإخوة، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، أراه الله سبحانه وتعالى حالات من الناس، فمما رآه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وصحح هذا الحديث، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخرشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، ليلة المعراج، قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم، يعني خمشوا وجوههم وصدورهم، ولا ينتهون عن هذا الفعل، يخمشون. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض. بماذا يأكلون لحوم الناس؟ بالغيبة والعياذ بالله، فيقع في عرض أخيه من حيث يدري ولا يدري، من حيث يدري ولا يدري. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار صحابته
فقام احدهم وقال كلاما في اخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. فقال: يا رسول الله، لم اكل لحما. فقال: انك اكلت لحم اخيك. راه الامر شديد، الامر شديد. يوم القيامه الصوره البشعه التي نراها ان الانسان الذي ينام من عرض اخيه ويغتابه يخبش وجهه وصدره والعياذ بالله. هذه الصوره التي ارانا الله عز وجل من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يخبشون وجوههم وصدورهم. قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس وياتون في اعراضهم. هذا ما انتهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان ننتهي، لا بد ان ننتهي. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a comparé la médisance. C'est un croyant au fil de consommer sa chair quand il est mort, afin de montrer la gravité de ce péché. La gravité de ce péché. Abu Daoud a rapporté que l'Anas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsqu'on m'a élevé au ciel la nuit de l'ascension, je suis passé auprès des gens qui avait des ongles de cuivre avec lesquels il sacrifiait les visages de la poitrine. J'ai dit: qui sont donc ceux-là, ô Jibril? Il m'a dit: ce sont ceux qui mangent la chair des gens, c'est-à-dire qui médisent sur eux, qui médisent sur eux. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam des gens avec des ongles de cuivre qui griffaient leur visage et leur poitrine. Lorsqu'il a demandé qui sont, il a dit: ce sont les gens qui médisent, c'est les gens qui parlent dans l'absence de la personne, du caractère d'une personne, d'un caractère d'une personne. Abu Darda, radiallahu anhu, a dit: j'ai laissé les gens de fleurs sans épis, mais quand je suis revenu, je n'ai trouvé des épis sans fleurs. Quand il est présent, ils sont liés de toi, et quand il est absent, il médite sur toi. Abu Darda est cool. Il aime Jamil. Il faut le parler de la mort de la chauve-fi. Fa'outou fa'wajoukoum chauve-kel la mort-fi. Il m'a dit d'abîna un malouk, ou un compte de l'abîna un malouk. Quand il y a Abu Darda wa malhila, quand il y a Abu Darda wa malhila, quand il y a Abu Darda wa malhila, quand il y a Abu Darda يوم العرض، تسلفوا عرض كما شفت الآن يوم العرض الأكبر، حين يقتص منهم بين يدي الله عز وجل. احذروا هذا الفعل المشين. في هذه المناسبة إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات، بعد الحديث عن الغيبة، نوجهكم يعني دعوة إن شاء الله. دعوة لحضور لقاء بمسجد الألفة. مسجد الألفة يقيم محاضرة للشيخ سعيد بوحديفي مدير قسم الخرطان الكبير في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، محاضرة إذن يلقيها يوم غد إن شاء الله تعالى السبت 9 نوفمبر بين المغرب والعشاء. فمن كان مهتما بهذا الأمر ولابد أن تهتموا، فاذهبوا وحضروا وكونوا من الذين يستمعون، ففي ذلك خير إن شاء الله تعالى، وفي ذلك نفع للمؤمنين والمسلمين، نفع الله به ونفعكم بما يقول وما يعلمكم إن شاء الله تعالى. فكونوا حاضرين. الله دمى إن شاء الله تعالى هي كونفرنس على مسجد الألفة، مسجد الألفة دمى السبت والسندي 9 نوفمبر أوتر المغرب والعشاء. سيت كونفرنس اللي أنيمي بريزونتي بار الشيخ سعيد بوحديفي عشاء يوم غد السبت 9 نوفمبر. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم بمحافظة الكتابة. أيها الإخوة المؤمنون، إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فتوجهوا إلى ربكم دعاء وإن هذا عسى أن تكون ساعتنا ساعة الاستجابة، ونبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ثبتنا على نهج الاستقامه، نعوذ بك من موجبات الندامه يوم القيامه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا فارق الحب والنوى، تقبل يا ربي من كل احد منا من الخير ما نوى. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طول صلاتكم ورحمة الله.